أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بشأن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ليثني على قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل الحكومة الموقرة لدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة من الجائحة لمدة 3 أشهر بدءا من يونيو الجاري وحتى أغسطس القادم من خلال صندوق التأمين ضد التعطل، مؤكدا بأن هذا الدعم السخي يحقق الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية بما يضمن ثبات واستقرار سوق العمل والحد من تداعيات الجائحة على مستويات العمل والإنتاج.